تعالوا نستعرض مع بعض شوية أفلام كده من اللي احنا عملناها. بص كده أشهر عباراتنا، ما دام الراجل عنده شارب ولحية وانتصاب لابد أنه سينجب. إمتى؟ دي بقى مسألة عايزة وقت وعاوزة إصرار. اوعى تيأس، اوعى حد من الدكاترة يقول لك خدنا عينة من الخصية والخصية ما فيهاش. لا، ما دام في هرمونات هتيجي في الخصية حيوانات، خدنا في الخصية وما لقيناهاش هتيجي. يعني أنا مش عايز أقول لك آلاف الشباب ما دام في شارب ولحية وانتصاب لابد أنه سينجب. الحيوانات أرست إن شاء الله هندي لك حاجات تطلق صراحة هذه الايه؟ الهرمونات. غير، لا يوجد دواء مدى الحياة، الدواء يتغير حسب التحاليل الطبية. زي السكر، أنا قست الصبحية السكر بتاعي لقيته 70، تاخد أنسولين تدوخ وتقع في الأرض. قست الضغط بتاعي لقيته 70 على 50، تاخد دواء الضغط المرتفع. طب ما أنت واقع. أنا عايز الناس كلها تتعلم إزاي أقيس السكر وأقيس الضغط وأقيس دواء الغدة وأقيس وأشوف الصرع. في ناس بتاخد دواء الصرع على 5 سنين ما عندهاش لا صرع ولا نوبات. إحنا عندنا قانون في العالم إنه لو اختفت النوبات خلال 6 أشهر وفي رواية سنة أقصى مدة 2 سنين يبقى لازم تعمل رسم مخ وبعد كده تبتدي تسحب الدواء. لكن تفضل على دواء الصرع بقيت عمرك؟ ما ينفعش. دواء الصرع ده بيعمل أبسي وتناحة وغباوة. دواء الصرع ده بيعمل غباء شديد. دواء الصرع ده بيخلي الناس في الآخر أبسي، يعني إيه؟ بتنح. الناس بتضحك هو بيعيط، الناس بيعيط هو بتضحك، أنت ضيعته كبني آدم. وبعدين أدوية الصرع دي يعني المفروض إنها أقوى مسكنات في الطب. غير، ارجوك تقيس السكر صايم كل يوم، اذا زاد عن 200 بناخد اقراص، زاد عن 300 بناخد انسولين حسب الجدول. في جدول احنا عاملينه، 300 صايم بياخد 30 وحده انسولين طويل مفعول، 400 بياخد 40، 550 في جدول كده بنعمله، في تفصيل الاطفال تفصيل الكبار، ومره واحده بس مع الفطار. مفيش حاجه بقى ظهر وغدا وطويل مفعول وقصير مفعول وقبل الاكل وبعد الاكل وابدره ومش عارف ابدره واكتر ابدو الكلام ده، خلاص توقف. فاللي انا عايز اقول لك بس في ناس لسه حافظه الكلام ده، يعني في ناس لسه بتقول لك لا وقبل الاكل وبعد الاكل العيل بيتشكشك 5-6 مرات في اليوم. حرام عليك، بعد 10 سنين ما بتلاقيش حته في جسم العيل بتخش فيها حقنه، ما فيش الجلد كله تليف والدكتور فرحان وبيطلع لنا لسانه. طب وده يرضي ربنا؟ طب ما احنا عندنا بدائل، ما عندنا انسولين طبيعي، اديتك علاجات السكر، اديتك البصل والحلبه والكزبره. وقد ايه الراجل لما جالي بعد 30 سنه انسولين وبعدين قال لي حرام عليك يا دكتور انا بقالي 30 سنه بطحين، مجرد ما خدت 3 معالق قبل الاكل سكري نزل عن 100. الدكاتره ما قالوش كده ليه؟ قال لي دكتور العلاجات اللي حضرتك بتقولها دي لكل مرضى السكر من جميع الفئات يا فندم، من اول الطفل اللي لسه مولود لغايه ما يبقى عنده 90 سنه لازم تقيس السكر الصبح. لو السكر طلع اقل من 100 اياك تاخد دواء، اياك تاخد دواء، راجل او ست او ولد او بنت، والا هتدوخ وتعرق وتترعش تقع في الارض. اغلب المصايب اللي عندنا من السكر الواطي، وانا قلت قبل كده ان السكر الواطي اخطر من السكر المرتفع. انا امشي بسكري 300-400 لك لو قال لي عم يمشي ازاي؟ يبقى مهم جدا ان انا اظبط سكر. وناس كل يوم بتسمعني ويجي عند العياده يا ابني مش انا كاتب لك؟ لا ما انا ما اعرفش، اصل الدكتور قال لي والطشت قال لي. ايه النكد اللي انا فيه ده؟ غير دلوقتي انا بقول لك ارجوك تقيس الضغط كل يوم. في دوايين موتوا الناس، موتوا الرجال، عملوا ضعف جنسي وزهايمر ونسيان وهمدان وكسل. دوايين موتوا الناس، دواء السكر ودواء الضغط. دواء الضغط الست بتاخد دوايين 3 ضغط، قيس الضغط لقيت 90 على 60 وهمدانه وكسلانه وبتدوخ. طب يا ستي بس نقيس الضغط كل يوم، زاد عن 160 على 100 بياخدي قرص. لكن عماله على بطال تاخدي الدواء عماله على بطال هتموتي. عماله على بطال يجيلك همدان وخمول وكسل وغباوه وزهايمر، في الاخر هتنسي انت مين. لازم، مهم جدا اياك ان تصدق ضيق الشرايين ما دمت لا تعاني الما في القلب وتورم ونجم. بيجيني ناس تطلع السلم 11 دور ويجري وينزل ويلعب، رحت عند دكتور عمل لي ايكو قال لي 85% من الشرايين مسدود. طب لو هو مسدود ما انت يعني ما شاء الله ده انت ولع. وعايز قسطره ودعامه، قسطره ودعامه وانت بالصحه دي حرام عليك يا ابني. الاوعيه بيحصلها فاسكولايتس، بتضيق وتفتح. يعني ايه تضيق وتفتح؟ في ناس بيبقى عندها حاله نفسيه لما يجي عند دكتور ضغطه بيعلى واوعيته بتقفل، في حاجات كده. فانا عملت له ايكو طلع الاوعيه مقفوله، بس دي مش مقفوله دائمه، لو مقفوله دائمه كانت العضله ماتت. انما هي مش مقفوله دائمه. فهمتوا حاجه؟ يبقى الاوعيه بتقفل وتفتح. في فاسكولايتس، في بيرمننت، في تمبورال. تمبورال يعني مؤقت، يعني بيفتح ويقفل. فانت ما تجيش لواحد بيطلع الدور التاسع وبيجري في الشارع ويجري الاوتوبيس صحته حلوه تقول نعمل لك دعامه وقسطره وهتموت. موت ايه يا عم؟ ده انت اللي تموت. فمهم جدا ان اياك ان تصدق ان ضيق الشرايين
كذا وكذا، ما لم تعاني تورم في العين ونهجان ومش قادر تاخد نفسك ومتقدرش تمشي 10 خطوات ومتقدرش تطلع السلم، هو ده اللي بتعمله قسطره ودعامه. طيب نقول بقى مهم برضو ان انت اياك ان تصدق تحليل العينه ما لم يكن هناك مؤيد بصور دم ودلات اورام. وطبعا احنا عندنا كارثه 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 كبيره ان اي حد يروح يعمل له عينه، لدرجه ان واحده راحت لدكتور يقول لها بتقول له يعني اعمل صوره دم واعمل دلات اورام، قال لا لا تعملي عينه على طول وكده كده هنشيل السدم. ليه؟ الدكتور عارف ان اي عينه بتبقى ايه؟ كانسر. اي عينه بتبقى كانسر، والله العظيم يا فندم انت كده كده هتعمل عينه وتيجي تشيل السدم. طب يا عم انا ما عنديش ورم سرطاني، انا عندي كلكيعه، عندي فايبروما، حته دهنه، شويه املاح، اي طين، اي هباب، حاجه بتزيد مع الدوره وبتقل. لا انت هتعملي عينه وهتيجي نشيل السدم. انتوا متسلطين على الناس ولا ايه؟ وفي ناس فرحانه عايزه تشيل السدم باي طريقه. وطبعا انت عشان تشيل الفكره من 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 مخ الست بعد ما الدكتور قال لها ده كانسر لازم نشيله، يا ست ما عندكيش دلات اورام سليمه وصوره الدم سليمه وكلينيكال بيكتشر سليمه، ولا ده بيزيد ولا بيقل، ده حاجه ثابته بقالها 5 6 سنين. لا الدكتور قال لي كانسر ومش طب شيليه، وبعدين تتطلق وجوزها يديها بالشلوت. انت فرحانه يعني؟ فرحانه بالعار انك هتقعدي ببيت اهلك؟ طيب بعد كده عندنا منظومه العلاج المتكامل ومنظومه المناعه ليس الدواء فقط. اما بيجي يروح حد للدكتور تحليل العينه مش هيطلع مظبوط ابدا. ليه حضرتك؟ حضرتك انا دلوقتي خدت عينه من النسيج. الطريقه الصحيحه للعينه انها تتعمل داخل الجسم، يدرس سلوكها داخل الجسم. يعني انا ببص تصوير بالانفرا راديشن بكذا زي الهوت سبوت والريد سبوت والحاجات دي، ببص انا للورم ونشاطه داخل النسيج الحي. يبقى انا لا خدته ولا هبشته ولا رحت بعيد ولا عورت الناس ولا على كده كده على بال ما اوصل للمعمل كل عينه ماتت ودي ناتوريتد فهتحول كانسر سيل. يبقى انا الطريقه بتاعتنا الحقيقيه ان انا بعد ما اعمل دلالات الاورام صوره الدم وبعد ما اعمل التحليل بتاعتي بسرعه الترسيب كلينيكال بيكتشر بصور الورم ده تصوير حي. وضحت؟ طيب بعد كده بنقول ان منظومه العلاج المتكامل منظومه المناعه، انا عملنا لوحات للمناعه لو شفتوها 5 لوحات جميله، وقلنا يا جماعه العلاج ليس دواء فقط. انا رحت عندي برد لازم انام كويس ولازم اتدفى ولازم اشرب ساخن كل ساعتين وشريحه ليمون، ها، ولازم اخد حاجات تقوي المناعه ولازم ابعد عن السهر، ها، ولازم اعالج القولون لو في مشكله. لازم في منظومه اسمها منظومه العلاج، في منظومه، انما خد الدواء وتخف، خد القرص ده وتخف، مستحيل طبعا، ما فيش حد بيخف.